في حال شعورك بأعراض مرض الكوفيد 19 وكنت جاي من السفر، رجاء التوجه لأقرب مركز صحي لعمل الفحص اللازم. يتوجه الشخص إلى موظف الاستقبال، وسيقوم موظف الاستقبال بالاتصال بالممرضة لأخذ المريض إلى الغرفة العزل الخاصة لمعاينة هذا المريض. يدخل الطبيب إلى غرفة العزل، يتم معاينة المريض وطلب المسحة الخاصة بالكوفيد 19، يتم تحضيرها من قبل موظف المختبر وإرسالها إلى غرفة العزل، ويأخذ الطبيب المسحة من المريض. يتم فحص العينة في المختبر، وإذا كانت النتيجة إيجابية يتم نقل المريض عن طريق الإسعاف إلى المستشفى، وذلك للعزل الصحي وأخذ العلاج اللازم. أما إذا كانت النتيجة سلبية فننصح المريض بالحجر الصحي المنزلي.